رصدت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل إدارة الدفاع المدني بجدة مخالفات في 20 محلا بالمنطقة الصناعية، تم إغلاق 10 منها فيما أنذرت 10 أخرى. كما قامت اللجنة خلال جولتها أمس برفع 42 مركبة. وحذر مدير إدارة الدفاع المدني بجدة العميد عبد الله بن حسن جداوي أصحاب الورش في المنطقة الصناعية بشمال جدة من محاولات التلاعب على اللجنة التي تم تشكيلها من أجل رفع المخلفات والمركبات التالفة من أمام الورش بالإغلاق والغرامة المالية التي قد تصل إلى 30,000 ريال في حالة عدم الالتزام بتعاليم الدفاع المدني أو مخالفة أعمال اللجنة بعد انتهائها من عملية رفع المركبات التي تحيط بجميع الشوارع في المنطقة الصناعية، مما يجعلها بؤرة لامتداد الحرائق التي أصبحت بشكل يومي في المنطقة، حيث تم تكوين لجنة بعد جهد كبير من معاناتنا من الحريق. وقال إن صعوبة يواجهها الدفاع المدني في المنطقة الصناعية من سرعة الوصول والتمركز الجيد للآليات بسبب المركبات التالفة وما يحيط بها من نفايات تعتبر من أخطر المواد التي تمد الحرائق إلى داخل الورش، مشير إلى أن اللجنة لن توقف عملها حتى يتم القضاء على العشوائية التي تشهدها المنطقة، وبعد الانتهاء سوف يتم الانتقال إلى المناطق الأخرى بحي الجامعة وكيلو 6 وشارع الإسكان مع إيجاد رقابة صارمة على هذه الورش، فمن يحاول إعادة الفوضى التي كانت في السابق سوف يكون إغلاق ورشته والغرامة المالية التي تصل إلى 30,000 ريال بانتظاره. وأشار جداوي إلى أن إدارته لا تسعى للإغلاق والغرامة المالية بقدر ما تسعى إلى ضرورة الالتزام من قبل أصحاب الورش بتطبيق معايير السلامة التي يجهلها الكثير منهم، مشددا على أصحاب الورش أن يكونوا حريصين على أموالهم ومركبات الأشخاص التي تعتبر أمانة لديهم بعدم إغفالهم لوسائل السلامة، متمنين أن يتم التعاون بين القطاعات المشاركة في اللجنة بالشكل المأمول للوصول إلى حلول جذرية وسريعة. جاء حديث جداوي خلال جولة قامت بها اللجنة المكونة من 5 جهات حكومية برئاسة الدفاع المدني والشرطة والمرور والجوازات وأمانة محافظة جدة للوقوف على أوضاع المنطقة الصناعية. من جانبه قال مدير قسم الدفاع المدني في شمال جدة ورئيس اللجنة المقدم عبد الله محمد عسيري أن المنطقة الصناعية في شمال جدة ومن المناطق التي يعتبر القسم مسؤولا عنها فيما يخص أعمال الدفاع المدني بجدة. وقد قمنا بعمل خطاب لمدير إدارة جدة أوضحنا به عدد الإشكاليات التي تواجهنا أثناء مباشرة الحوادث المتكررة وأبرزها تكدس السيارات خارج الورش مما كان سببا في إغلاق الكثير من الشوارع الرئيسية وأدى إلى إعاقة أداء مهام الدفاع المدني في دخول الآليات وتمركزها أثناء الحريق، إضافة إلى التداخل ما بين الأنشطة في المربع الواحد والذي كان سببا في زيادة الحوادث التي تكون سببا في استنزاف للجهود والأفراد والآليات، إضافة إلى عدم التزام شركات النظافة بأعمالها داخل المنطقة الصناعية مما يكون سببا في تكدس النفايات التي تساعد على انتشار الحرائق بشكل كبير، وخاصة نشارة الخشب التي يتم رميها في الحاويات ولا يتم رفع تلك الحاويات.